بعد مفاوضات استمرت لأشهر عدة، الحكومة الموريتانية توقع اتفاقا بالأحرف الأولى مع شركة كيروس بمقر وزارة النفط والطاقة، حيث أجرى الوزير محمد عبد الفتاح لقاء عبر الفيديو مع مدير الشركة، تم من خلاله توقيع اتفاقية مع الشركة الكندية العاملة في استخراج الذهب، والتي بموجبها ستستفيد الدولة الموريتانية من مزايا أبرزها زيادة عائداتها المالية، التي أسفر عنها الاتفاق وفق احترام صارم لمتطلبات القوانين الدولية والوطنية الناظمة للمجال، وأمنت نتائجها المجسدة في هذا الاتفاق زيادة للعائدات المالية للدولة الموريتانية، وضمنت تجذير تمثيلها في الهيئات القيادية بالشركة، وكفلت المساهمة المستديمة للشركة في دعم المؤسسات الوطنية العاملة بالمجال، ورفعت مساهمة الدولة في بعض المناجم، وأسست نظام تفضيل للشركات الوطنية دعما للمحتوى المحلي، كما أمن الاتفاق إطلاق وتطوير المشاريع التي كانت عالقة. الرئيس المدير التنفيذي لشركة كيروس أكد أن الاتفاق الجديد الذي تم توقيعه بين الشركة والحكومة الموريتانية يضع تازيزت على طريق النجاح على المدى الطويل، واصفا إياه بالمتوازن، مضيفا بأنه سيعود بالنفع لموريتانيا وشعبها عبر المساهمة الكبيرة في تنمية صناعة التعدين في البلاد، مشيرا إلى أنه يمثل فصلا جديدا في الشراكة مع الحكومة الموريتانية. وسيمنح الاتفاق الجديد للشركة الكندية بحسب ما جاء في بيان صادر عن الشركة ترخيصا لتشغيل مشروع جديد لمدة 30 سنة إضافية لمواصلة الاستكشاف والبدء في الانتاج مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي فرضها فيروس كورونا المستجد. كما تضمنت البنود تعيين مراقبين من قبل الحكومة في مجلس إدارة الشركة، وتعيين الحكومة لعضو كامل العضوية، ومراقب في مجلس إدارة الكيان الذي سيقوم باستغلال تازيزت الجنوبية. كما ترتزم كينروس بحسب الاتفاق ببذل جهود إضافية لتطوير المحتوى المحلي من خلال استكشاف سبل زيادة مصادر التوريد في البلاد، وأن يكون 95% من عمال الشركة موريتانيون. يأتي ذلك وسط جدل في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاتفاق الجديد وحجم استفادة موريتانيا من ثروتها من الذهب في ظل ضعف النسبة التي تحصل عليها البلاد وفق الاتفاقيات المعلن عنها.